أنا مغروم بضيعتي، لذلك عملت فيها أجمل جنينات، أجمل تفاح وأجمل فواكه حد البيت. مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم اليوم بحلقه جديده من بلدتي الموجوده بالعقوره قضاء جبال محافظه جبل لبنان، تبعد عن العاصمه بيروت 70 كيلومتر وبترتفع عن سطح البحر حوالي 1400 متر. رئيس، قد ايه مساحة هالبلدة وقد ايه عدد سكانها؟ مساحة البلدة مع اخراجها 116 مليون متر مربع، وعدد سكانها 14,000 نسمة مع المغتربين. شو معنى اسم العقورة؟ العقورة جاي من لفظة سريانية معناتها عين الماء الباردة، وبالفعل في عين بنص الضيعة حرارة الماء طلعت ما بتتجاوز 11 درجة، وهي مشهورة بكثرة ينابيع العقورة. رئيس، خبرنا عن تاريخ العقورة وعن أيام المجد يلي تمتعت فيها بهديك الأيام. هي أول بلدة اعتنقت المسيحية، ورجال العقورة رمز لبلدات لبنان، كانوا أهلها معفيين من الضرائب عن أيام الدولة الرومانية لأنه كانوا يتمتعوا بحقوقهم الوطنية. رئيس، شفنا بلك كبيرة وعديدة بأول ضيعة، وبعرف أنه تربة العقورة بتتميز بخصوبتها، خبرنا شوي عن أهم المزروعات يلي بتتميز فيها هالبلدة. العقورة بتشتهر بمزروعاتها الكتير طيبة، وعندك أهم شيء التفاح المشهورة في العقورة، معروف بأطيب تفاح بلبنان. هن بيحفرون وبأهلون بيعملون بيتعبوا مي بيسقوا فيهم جنينهم، لأنه في كتير جنين بعيدة بمدولة بريش مي لتوصل على الجنين ويسقوها. مية العقورة كتير طيبة، ومثل ما قلت لك إنه حرارة المي فيها بالعين 11 درجة سقعة تبعيتها، وفيها كتير ينابيع. حرارة المي إنها فيها 11 درجة، وعندنا نبع الرويس، وعندنا نبع الأسيس، عندنا نبع الجوز، أكيد هن صالحين للشرب وميتهم كتير طيبة. أي متى تأسست البلدية وشو أهم المشاريع يلي عم تقوموا فيها؟ تأسست البلدية سنة 1912. أهم المشاريع يلي عم نقوم فيها هلا، في عنا عم نعمل دراسة عن المشروع الصرف الصحي، وعم نعمل دراسة عن المشاعات لنعمل استثمارات لنفوت مدخول لنعاش بلدتنا. هل عم بتقوموا بنشاطات ترفيهية؟ نحن هلا عم نعمل دراسة مع نبلش فيها مع المخاتير ومع رجال من الأهالي تنقوم من الله راد سنة الجاي بمهرجان نعمله بالعقورة، نسميه يمكن مهرجان التفاح. نعمل مثل كل هالبلدات عم تعمل مهرجانات، وتكون فرج العقورة حلتها الترفيهية كيف تكون. العقورة ترجع تسمية هالبلدة للغة السريانية وبتعني عين المي الباردة. بتتميز بلدة العقورة ببيئة طبيعية ومناظر خلابة، كما بتتميز بكثرة ينابيع المتدفئة وبأهراماتها الطبيعية المتدرجة. بينتشر بداخلها وخارجها العديد من المعالم يلي بتعود للعصور القديمة والوسطى، وبيعرفوا المؤرخين أنه من أقدم الأثار بالعقورة مغارة الرويس يلي بتعتبر من أكبر المغاور بلبنان. من المعالم الأثرية كمان جزء من طريق شقت بالصخور أيام العصر الروماني لتربط بعلبك بجبيل مروراً باليمونة. أما بالأعالي فموجودة مغارة بيبلغ عمقها حوالي 500 متر.
عثر المنقبون جويتا على بقايا أثرية مختلفة. العقورة ضيعة خام بعدها محافظة على تراثها القديم، أكتر شيء بطلع إليك بيوتها أرميد بيوت حجر وأناطر، وأكتر شيء بتلاقي عمارة ماكسيموم 3 طوابق ما فيها البنايات. هذا شيء قانوني؟ إيه أكيد شيء قانوني. وضيعة بعدها إذا بتطلعي فيها ليك كليتها محافظة على تراثها. قلت لي جملة بعدها هيك خام. بعدها خام ضيعة بكل معنى الكلمة. كمان مرحب فيكم مجددا بالعقورة، واهلا وسهلا فيكم. العقورة ضيقتكم والعقورة قلبها كبير بتساعد كل، ونحن كتير كتير فخورين بهالضيعة الكريمة والمعطاءة واللي إلها فضل علينا كلنا. العقورة بلدي منحبها كتير، واهلها كتير متشبسين فيها، وكلنا متعلمين ومزارعين. كل الصيفية بنجي بنقضي وقتنا بالعقورة، ومنحب نروح على بساتيننا وعلى أرزاقنا، لأنه بترمز لتعلقنا بهالأرض، واللي بيتعلق بضيعته بيتعلم يتعلق بوطنه أكثر وأكثر. علاقة ابن العقورة بالعقورة علاقة كتير كتير حميمة. العقورة احترقت 7 مرات ورجعت وقفت على إجريها، وعم بتشوفوا بعينكم هالخضار هالجمال هالطبيعة الحلوة هالبيوت. الشعب شعب مزارع ومثقف، وبالملمات بيوقف وقفة رجال الأشداء. يعني نحن كبلدية بالعقورة قلنا صار لها 3 سنين منتخبين. بتعرفي موارد بلدية العقورة جد محدودة، نحن ما عندنا مداخيل إلا شوي من ريع المشاع والعائدات اللي بتجينا من الصندوق البلدي المستقل. نحن كعقورة بلدي مناخها كتير جيد، مناخها كتير صحي. اولا بلدية العقورة تهتم بتأهيل الطرقات الزراعية، تأهيل حتى الطرقات العامة كمان. بناخد دور اوقات دور وزارة الاشغال بظل شوية تقصير من الدولة. نحن كبلدية اشتركنا ببرنامج بلدتي بيئتي مع الـAUB السنة الماضية، ونلنا الجائزة التقديرية الاولى ودرع التقدير ونفتخر فيه، وصار عنا علاقة مباشرة مع الجامعة الأمريكية، وكل سنة عم بيتقدم لنا برامج وعم ناخد نصوب وأشجار ولا حتى ننمي الضيعة أكثر وأكثر. اشتهرت العقورة بالماضي بتجارة الخشب والحبوب والخمر والعسل والفاكهة وجلود الحيوانات العديدة، وتميزت أخشابها بجودتها. فعدا شجر الأرز الرائع، كانت بتتمتع العقورة باللبين واللزيب والعرعر والسرو والدفلي والصنوبر وغيرها من الأشجار المعمرة. أما تجارة الماشية فكانت رائجة كتير لكثرة المراعي الخصبة وجودة المناخ.